استاذ جمال، الو استاذ جمال استاذ اسمعنا من عمرو، التليفون لو سمحت. استاذ عمرو؟ ايوه يا فندم، اسمعنا من التليفون اتفضل. السلام عليكم يا استاذ عمرو. وعليكم السلام. انا من السويس حضرتك، مش من السويس. اهلا وسهلا، احسن ناس، اتفضل. بالنسبه عايز اسال سؤال حضرتك، بالنسبه للمهندس صلاح الله يكرمك يا استاذ عمرو، اتفضل اتفضل سامعكم. بالنسبه للاسكان الاجتماعي، بالنسبه للاسكان الاجتماعي هو محدد لسن معين وفي اي مكان ولا في المحافظه اللي انا ساكن فيها؟ احنا قلنا السن من 21 ل 45، وقلنا تكون في المحافظه، بتعمل في المحافظه اللي هتحجز فيها. واضح ولا؟ يعني هو السن حضرتك اساسا لازم يكون مطلوب يعني ولا ايه؟ طبعا لازم يكون مطلوب. موظف اصلا؟ لا لا لازم مسمى. خلصت حضرتك سؤال ولا كم ولا لسه في حاجه؟ السن شرط. السن يعني شرط اساسي شرط. من 21 ل 45. والمحافظه انك تكون بتعمل في المحافظه او مقيم فيها. بس واضح يا باشمهندس انه مساله السن دي برضو ما بقول لحضرتك ان يعني النهارده انهي الشريحه، اي شريحه من شرائح العمر اللي هي بتبقى اشد احتياجا للوحدات السكنيه. تمام. طيب احنا رجع لنا الاستاذ عبد الناصر من شبرا الخيمه مره ثانيه. حاول يا استاذ عبد الناصر تشرح الموضوع ثاني لو سمحت، واسمعني من التليفون مش من التلفزيون. استاذ عبد الناصر خط قطع. طيب برضو يعني معانا مين؟ طيب عمرو من اكتوبر. استاذ عمرو اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير، برحب بضيوفك. اهلا وسهلا، اتفضل. انا دلوقتي حضرتك ساكن في مدينه اكتوبر، ودخلي يعتبر شبه معدوم، يعني انا شغال في محل وبقبض في حدود 1000 ونص، وقاعد في شقه ايجار ب 450. انا دلوقتي يرسى عليا ايه؟ اجيب ورق ايه؟ بص يا بيه، حضرتك 1000 ونص ده ممتاز جدا، وده داخل تحت يعني شريحه محدود الدخل، سواء كنت اعزب او متزوج، يعني بينطبق عليك الاثنين. وحضرتك شغال في محل، لما تيجي تقدم ان شاء الله ونفتح باب الحجز في مدينه 6 اكتوبر اللي انت بتشتغل فيها، بتجيب شهاده من محاسب قانوني ان انت بتشتغل في المحل ده في المكان ده بالمبلغ ده، وبتقدمه ضمن مستندات، وهذا هو اثبات الدخل بتاعك. وبعد كده بتقدم بقى المستندات المطلوبه، دي مستندات عاديه جدا زي صوره البطاقه، قسيمه الجواز اذا كنت متجوز، شهادات ميلاد الاولاد، يكون متامن عليك. وعلى فكره كلمه متامن عليه دي ممكن الناس تبص لها على انها حاجه صعبه، بالعكس هذه مصلحه للمواطن نفسه، ومش شرط يكون متامن عليه من جهه العمل، ده ممكن بيروح يعمل حاجه اسمها تامين شخصي. والتامين الشخصي ده يعني فايده لكل الناس، بس ده بيفيد النهارده الدوله ان انا النهارده ابقى عندي حتى على الاقل عارف شرائح المجتمع اللي عندي ووظائفهم ومجال شغلهم. فالنهارده دي كل ادي المستندات المطلوبه، مفيش اكتر من كده يعني.